اللهم المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: التاجر الذي يتغير ماله فيما بين ارتفاع وانخفاض في طوال السنة، يقول التاجر الذي يتغير ماله بين ارتفاع وانخفاض طوال السنة وهو تاجر، ما هي الطريقة في إخراجه لزكاة ماله؟ في آخر السنة يحسب اللي عنده، في آخر السنة إذا تم الحول يجرد اللي عنده ويحسبه ويخرج ربع العشر. أما اللي تلف أو انصرف أو ذهب قبل تمام السنة هذا ما فيه زكاة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.